في هذه الاحتفالية التي يقيمها مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث والمتزامنة مع يوم اللغة المهرية الثاني من أكتوبر من كل عام، وهو بلا شك ليس يوماً عادياً كغيره من الأيام، بل هو يوم نحتفي به وإياكم بلغة الآباء والأجداد الذين تركوا لنا إرث لغوي نفتخر ونفاخر به ونسعى جاهدين للحفاظ عليه. السلطة المحلية بإذن الله ستقدم كافة الدعم والمساندة لهذا المركز، كونه مركز متخصص في البحث والدراسة باللغة المهرية والاهتمام بها والاهتمام بالأدباء والشعراء من أبناء المهرة وكذلك أبناء المحافظات المهتمين باللغات القديمة. فنحن اليوم إذا تركنا هذه الأمور على حبل على القارب فسنجد بعد 50 عام أو 40 عام أو 30 عام نجد جميع أبناء محافظة المهرة لا يجدون حتى 20% من المفردات اللغة المهرية، فواجب الحفاظ عليها. بماذا؟ بالموروث أجدادنا الموجودين، الكبار السن الموجودين الذين يفهمون اللغة المهرية حتى أنهم لا يعرفوا ينطقوا اللغة العربية.